بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن development of the urinary tract. محاضرة النهاردة بسيطة إن شاء الله، هنتكلم فيها عن development بتاعت أجزاء ال urinary tract. هنبدأ بال development of the kidney, ureter, urinary bladder، وبالآخر development of the urethra. عشان نتكلم عن development of the urinary tract لازم نعرف إن له اتنين source كبار، ال intermediate mesoderm وال cloaca. الانترميديت ميزوديرم عشان نفتكره لازم نفتكر الجاستروليشن، كان بيتكون عنه 3 لايرز كبار، الزرقاء اللي هي الاكتوديرم، الحمراء الميزوديرم، والصفراء الاندوديرم. الميزوديرم كان بيتقسم ل بارا اكزيال ميزوديرم وانترميديت ميزوديرم ولاترال بليت ميزوديرم. يبقى الانترميديت ميزوديرم ده هيدخل في تكوين اليونري سيستم. تاني حاجة بتدخل في تكوين الرينري تراكت هي الكلواكا. الكلواكا هي terminal dilated part من الهايند جوت. الجوت تيوب كانت عبارة عن فور جوت، ميد جوت، اند هايند جوت. الترمينال بارت من الهايند جوت بنسميها كلواكا. يبقى انا هستنى ان التو بارتس دول مع بعض هينتج عنها الديفلوبمنت اوف ذا يورينري تراكت. الديفلوبمنت اوف ذا كيدني بيعتمد على السورس الاولاني اللي هو الانترميديت ميزوديرم. باين في الصوره دي الانترميديت ميزوديرم اللي هو الكور لايك ستراكشر ده، دي ساجيتال سيكشن، فباين الانترميديت ميزوديرم كده كور لايك ستراكشر كده، واحنا عندنا اتنين طبعا، واحد رايت واحد ليفت. طب الكيدني هتتكون ازاي؟ هتتكون في صوره 3 كيدني سيستمز. في 3 كيدني سيستمز بيتكونوا بالتوالي from cranial to caudal، تمام؟ يعني بيبدأ أول واحد وبالتدريج بيبدأوا واحد ورا التاني بشكل overlapped. أول kidney system اللي هو اللون الأحمر في الصورة هنا اسمه pronephros، يلي اللون الأزرق هنا اسمه mesonephros، بعد كده آخر واحد اللون أسود اسمه metanephros. pronephros، mesonephros، metanephros. نفروس. برونيفروس ديفلوبمنت بيتكون في السيرفايكال ريجن في بداية الأسبوع الرابع في صورة من 7 لـ10 سوليد سيل جروبس. السوليد سيل جروبس ديت بيحصل لها ديفلوبمنت عشان تكون لي حاجة اسمها نيفروتومز اللي هي اكسكريتوري يونتس، بس في الحقيقة هي نون فانكشنال. الاكسكريتوري يونتس ديت على نهاية الأسبوع الرابع بتبقى disappeared. الريجريشن بتاعها بيبدأ كرينيو كودال دايركشن، بمعنى ان الكرينيال نيفروتومز بتبدأ يحصل لها ريجريشن في الوقت ان الكودال بتبقى لسه بيحصل لها ديفلوبمنت. ميزو نيفروس ديفلوبمنت. الميزو نيفروس اللي هي الجزء الازرق بيتكون من جزئين، الميزو نيفروس تيشو نفسه والدكت ميزونيفريك دكت. الدكت ديت بتبقى تكملة للبرونيفروس دكت اللي فوقها. يبقى انا عندي الميزونيفريك دكت رفيعه والجزء اللي قدامها هو الميزونيفريس نفسه. طيب ده موجود فين؟ موجود في الثراسيك ريجن والابر 3 لامبر سيجمنتس، ده اللي هو الميزونيفريس. طيب بيبدا امتى يحصل له ديفلوبمنت؟ بيبدا يحصل الديفلوبمنت بتاعه في الاسبوع الرابع، معنى كده ان بيحصل اوفرلاب في الديفلوبمنت بتاعه ما بينه وما بين البرونيفريس. في الوقت اللي بيبدأ يحصل فيه regression للبرونيفروس بيبدأ يحصل فيه development للميزونيفروس. طب ازاي بيتكون الكيدني سيستم بتاع الميزونيفروس نفسه؟ الصورة دي باين فيها زي ما اتفقنا الميزونيفروس اللي هو بنسميه النيفروجينيك كورد نفسه، وباين فيها الضغط زي ما اتفقنا. طب بص على الصورة اللي هي P، هنلاقي هنا ده كده cut section، عندي هنا دايرتين اهو، دايرة مقفولة ده الكت سيكشن بتاع الميزونيفروس اللي هو نيفروجينيك كورد، وجاي دايرة فيها اليوم المفتوح اللي هي الميزونيفريك دكت. يبقى أنا عندي المقفولة الكورد أو الميزونيفروس والمفتوحة الدكت. طب بص على صورة سي، هنلاقي إن الدايرة اللي كانت مقفولة بدأ يظهر فيها اليومن، لأن بدأ يتكون فيها ميزونيفريك فيزيكل. يبقى بقى عندي هنا ميزونيفريك فيزيكل وميزونيفريك دكت جنب بعض. يبقى دي كده كانت مقفولة اللي هي هنا بدأ يتكون فيها فيزيكل جواها. في الصورة دي الفيزيكل اللي هنا بدأت تفتح على الضغط. في الصورة E بدأت يحصل لها elongation،
فبدأت تعمل ميزونيفريك تيوبيول. لو بصينا على صورة A اللي فوق باينة قوي الدكت الطويلة ومفتوح عليها تيوبيولز صغيرة كتير، هو ده المنظر اللي هينتج عندي. انا عاملة cut section cut section cut section cut section كتير ورا بعض، هلاقي المناظر دي، يبقى تيوبيول 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 كتيرة وكلها مفتوحة على الميزونيفريك دكت الطويلة. واحدة بواحدة ايه اللي هيحصل؟ هتكون عندي تيوبيول ليها lateral end وليها medial end. ال lateral end خلاص فاتحة في الميزونيفريك دكت، طب ال medial end؟ ال medial end جالها الأورطة، بعتها artery. الأرتري ده عمل ايه؟ طبعا الأرتري من أرتري من أرتري، في الآخر الأرتري اللي وصل عمل لي طفت في كابيلاريز. الطفت في كابيلاريز ده هيكون لي جلوميريولوس. طب صورة F، الجلوميريولوس الميديال اند بتاعة التيوبيول عملت لي حوالين الجلوميريولوس بومنز كبسول، وبقى عندي جلوميريولوس حواليها بومنز كبسول كلها على بعضها اسمها رينال كورباس، والتيوبيول نفسها بقت طويلة واللاترال اند زي ما اتفقنا فاتحة في الميزونيفريك دكت. ففي النهاية انا بقى عندي تيوبيولز كتيرة بتفتح كلها في الميزونيفريك دكت، والميزونيفريك دكت في الآخر بتروح تفتح في الكلواك. ده الكلام اللي احنا قلناه. كده كون عندي كيدني سيستم بتاع الميزونيفرس اللي بيحصل له بعد كده ريجريشن ان كرينيو كودال دايركشن لغاية الشهر التاني. هل كل اجزاء الميزونيفرس بيحصل لها ريجنريشن؟ لا، في اجزاء كتير بتفضل بس بتختلف في الميل عن الفيميل. ازاي؟ في الميل عندي الميزونيفرس التيوبيول بتاعته، الابر تيوبيولز بيحصل لها ديجنريشن، الميدل واللور تيوبيولز بتعمل لي الفازا افرينشيا بتاعت التستس وبتعمل لي الهيد بتاعت الابيديدمس. طب الميزونيفريك دكت نفسها بقى، الدكت نفسها هتكمل لي الابيديدمس وهتعمل لي الفاز ديفرنس وهتعمل لي السيمينال فيزيكال والايجاكولاتري دكت. يبقى كده الميل اخد جزء كبير جدا من الميزونيفريس، فضل موجود محصلوش ديجنريشن. طب بالنسبة للفيميل العكس، أغلب الميزونيفرس هيحصل له ديجنريشن ما عدا شوية ريمنانس صغيرة من التيوبيولز هتعمل لي إيبوفرون وبارافرون، ودي ريمنانس موجودة في الميزوفاريوم of the broad ligament. طب الدكت، الميزونيفريك دكت هتعمل لي دكت of إيبوفرون والدكت بتاعت الجارتنر سيستم. تمام، طيب كده احنا خلصنا الاجزاء الخاصه بالميل والفيميل جينيتال سيستمز. في اجزاء بقى مشتركه ما بين الميل والفيميل، وهي الاجزاء اللي فاضله من الميزونيفريك دكت اللي هتشارك في الرينال سيستم، اللي هي ايه؟ اللي هي الكودال بارت من الميزونيفريك دكت هيشارك في الترايجون بتاع اليورينري بلادر، وفي حاجه طالعه هنا شايفين دي كده الميزونيفريك دكت طلع منها خط بط كده الابيض اللي طالع منها ده كده، ده حاجه اسمها يوريتريك بط، هنشرحها بعد كده بالتفصيل. اليوريتريك بط ده ليه دور مهم قوي في تكوين اليوريتر وجزء من الكدني. يبقى تاني انا عندي حاجه اسمها يوريتريك بط هنشرحها بالتفصيل بعد كده، وعندي جزء في تكوين الترايجون بتاع اليورينري بلادر، ده مشترك ما بين الميل والفيميل والاثنين طالعين من الميزونيفريك دكت. ده جدول فيه الكلام اللي احنا قلناه. development of the metanephros او الديفينيتيف كيدني، الكيدني النهائية بتاعتي اللي هتعيش معايا العمر كله، دي بتبدأ تكوينها في الأسبوع الخامس، بس بتبدأ الفانكشن بتاعتها بتقعدها بأربع أسابيع. طيب دي موجودة فين؟ موجودة في البلبس، بتبدأ تكوينها في البلبس، بعد كده بيحصل لها أسند. طب السورس بتاعها ايه؟ حاجتين، حاجة الأولانية الجزء الأسود اللي احنا كنا بنشاور عليه بنقول ان ده اللي هيكون لي الجزء التالت. طب الجزء الأسود ده اسمه ايه؟ ميتانيفريك كاب او ميتانيفريك
mass of mesenchyme او ميتانيفروجينيك بلاستيما. كل دي اسامي ليه. هنسهل على نفسنا احنا نشرح ونقول ميتانيفريك كاب. طب ايه تاني؟ شايفين الجزء الاصفر اللي جاي ناحيته ده؟ الجزء الاصفر ده طالع منين؟ طالع من الازرق الطويل ده اللي احنا سميناه ميزونيفريك داكت. ميزونيفريك داكت طالع منها بض لونها اصفر رايحه ناحيه الميتانيفريك كاب. البض دي احنا لسه قايلينها من دقيقه اللي هي يوريتريك بض. دي بض طلع من الميزونيفريك داكت ورايحه ناحيه الميتانيفريك كاب. البض دي هي واحده من الريمننس اللي هتفضل من الميزونيفريك داكت وهتشارك في تكوين الكدني. زي ما قلنا دي حاجه مشتركه ما بين الميل والفيميل. يبقى احنا عندنا تو سورس، اليوريتريك بض اللي اسم تاني اسمه ميتانيفريك دايفرتيكولم، والحاجه الثانيه الميتانيفريك كاب. علشان نتكلم عن الديفلوبمنت اوف ذا ديفينيتيف كيدني محتاجين ان احنا نتكلم عن الكولكتنج سيستم وعن الاكسكريتوري سيستم. بالنسبه للكولكتنج سيستم اللي هو عباره عن الرينال بلفس، الميجر والماينور كاليسز، والكولكتنج تيوبولز. الجزء ده الاورسورس بتاعه هيبقى اليوريتريك بات. اليوريتريك بات خلاص احنا عرفنا ان هو اوت جروث من الميزونيفريك داكت، بمعنى ان انا عندي الضغط اهي قبل ما تفتح فيه الكلواكة هيطلع منها اوت جروث. الاوت جروث ده هو اليوريتريك بود، بيعمل بنتريشن للميتانيفريك كاب. يبقى انا عندي الميزونيفريك دكت عمل اوت جروث فتح فيه الميتانيفريك كاب. اول ما فتح عمل ايه؟ شايفين حصله دايلاتيشن كده، هيبدا يكون لي رينال بلفس. الرينال بلفس بدا يحصل له سبليتنج، كون لي جزئين، الجزئين دول هيكونوا لي الميجور كاليسز. الميجور كاليسز بعد كده هتبدا تعمل سبليتنج مور عشان تعمل لي الماينور كاليسز. الماينور كاليسز هتتقسم بعد كده وهيفضل كل تيوبولز بتتكون تتقسم اكتر واكتر، تعمل لي جينيريشنز كتيره عشان يتكون لي ميجور كاليسز ماينور كاليسز. وبعد كده تيوبولز كتيره بتتكون من 1 ل 3 مليون كولكتنج تيوبولز. التيوبولز ديت بتبقى elongated وبعد كده تعمل conversion ناحيه الماينور كاليسس فتديني شكل البيراميد شيب بتاع البيراميد. طب الاكسكريتوري سيستم، الاكسكريتوري سيستم السورس بتاعه هيبقى الميتانيفريك كاب اللي موجود حوالين الانز بتاعه الكولكتنج تيوبولز. هيعمل كلاسترز من السيلز، الكلاسترز ديت بعد كده بتتحول ل رينال فيزيكلز، الفيزيكلز ديت بعد كده تبدا تعمل لي تيوبولز. تيوبولز ديت ليها تو اندز، الاندز اللي ناحيه الكولكتنج تيوبولز هتفتح فيها، والاند الثانيه هتبدا تعمل لي نفس الشكل اللي احنا شفناه المره اللي فاتت اللي هو ايه، اند هتبدا تفتح فيه الكولكتنج تيوبول والاند الثانيه هتبدا تاخد شكل الايه، البومن كبسول. هيجي لها طفت من الكابيلاري هتعمل لي جلوميريولاس، وهنبدا ناخد الشكل بتاع الجلوميريولاس اهي، والتيوبولز هتبدا تعمل لي الكونفوليوتد تيوبولز، بروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز، ولوب هنلي وديستال كونفوليوتد تيوبول. يبقى الشكل اللي احنا متعارف عليه بتاعنا بتاع النفر. يبقى ده كده كوننا الاكسكريتوري سيستم. يبقى السورس بتاعي هيبقى الميتانيفريك كاب، والريزلت بتاعتي هيبقى النفرون والشكل الكامل بتاع التيوبولز بتاعتي. تعالوا نتكلم عن الاسندو في الكدني. الكدني بتاعتنا الديفينيتيف هي الميتانيفريك كدني. ميتانيفروس كان موجود في البلفس وبدا يتكون في الاسبوع الخامس، فبالتالي انا محتاجه انها توصل في الفاينل بوزيشن بتاعها في الابدومين. يعني يبقى هيبدا يحصل لها اسند بالتدريج من البلفس لغايه ما توصل للفاينل بوزيشن بتاعها. ده بيحصل في يعني توصل الفاينل بوزيشن في الاسبوع التاسع. خلال الاسند بتاعها بيحصل لها روتيشن ازاي؟ لو بصينا في الصوره الاولانيه هنلاقي ان الهايلاند بتاع الكيدني فيسنج فينترالي، انا شايفاه فينترالي، وهي بتطلع بيبدا يحصل لها روتيشن 90 درجه ناحيه الميديال علشان الهايلاند في الاخر يبقى فيسنج ميديالي.
تالت حاجة بيحصل تغيير في البلاس سبلاي أثناء الأستند، بمعنى إنه هي في البلفس كان الرينال أرتري طالع من الكومن إلياك أرتري، كل ما بتطلع لفوق أكتر خلاص ما بقاش في رينال أرتري طالع من الكومن إلياك، بقى في أرتري طالع من الأبدومينال أورطة بس in lower level، طلعت لفوق شوية أكتر، أخدت رينال أرتري من فوق شوية أكتر، وده ديجنريت، طلعت لفوق أكتر، أخدت من فوق أكتر، لغاية ما تروح للليفل اللي هتاخد إيه الفاينل بوزيشن بتاعها، فتاخد الفاينل بلس سبلاي بتاعها. development of the ureter. إحنا قلنا في وسط كلامنا على فكرة، وإحنا بنشرح كده إزاي؟ مش احنا قلنا ان الميزونيفريك دكت قبل ما تفتح في الكلواكة طلع منها حاجة اسمها يوريتريك بط، من اسمه يوريتريك بط، هو هيكون لي اليوريتر، مش هو راح عمل بنتريشن للميزونيفريك كاب وكوني معاها كدني، فالجزء اللي قبل الكدني ده من اليوريتريك بط هو اللي هيكون لي اليوريتر، يبقى ده كده اليوريتر، وبعد كده كونت الكدني، فبالتالي ده كده اليوريتر وبعدين الكدني، كل ما هيحصل أسند للكدني اليوريتر هيأسند معاها وهيحصل له الانجيش، ادي اليوريتر وادي الكدني. بس انت يا دكتورة قلتي ان هنا كده اليوريتر فاتح فيه الميزونيفريك دكت اللي فتح في الكلواك، واحنا عايزين اليوريتر يبقى فاتح في اليونري بلادر، صح؟ ما هو كمان شوية هنشرح ان الكلواكة دي هي اللي هتعمل لي اليونري بلادر، وان بعد شويه كمان هنلاقي ان الدكت نفسها الميزونيفريك دكت دي الجزء ده كده هيحصل له بنتري او يعني ابزوربشن في الوول بتاع البلادر، فبالتالي الفتحه دي هتبقى موجوده في الوول بتاع البلادر، فبالتالي كده اتحلت ان اليوريتر هيبقى فاتح فيه البلادر. الكونجات الانوماليز بتاعت الكيدنز، انا عندي شوية صور هنبص عليها ومن الصورة هنعرف ايه الانومالي اللي موجود. صورة ايه؟ بصوا الناحية دي كده هلاقي سوبرا رينال ومفيش كيدني، يبقى انا عندي يونيلاترال رينال اجينيسيس ما تكونتش اصلا. طب بصوا على الصورة التانية، اعمل حاجة في ناحية اليمين واعمل حاجة ناحية الشمال. ناحية اليمين شايفة السوبرا رينال ما فيش معاها كدني، بس لقيت الكدني تحت، يبقى دي اسمها بلفيك كدني. طب بصوا الناحية التانية، ناحية ليف سايد، هلاقي ان الكدني ديفايدد الاتنين كده شكلها مقسوم، وهلاقي ان اليوريتر، هو مش عارفة ليه ملون اليوريتر احمر، بس اليوريتر هنا ديفايدد اتنين كده بس مش كامل، فبيسموه ايه؟ ديفايدد كدني بيفيد يوريتر. طب بصوا على رسمة سي، قال لي على الرايت سايد مال روتيشن اوف ذا كيدني، بدل ما تلف ناحيه الميديال لفت ناحيه اللاترال، وعلى الليفت سايد عمل حاجه تانية، قال ان في سوبر نيوميراري كيدني في اتنين، وفي بيفيد يوريتر برضو اتنين اهو مقسوم اتنين. طب الناحيه الصوره دي قال لي في كروسد رينال اكتوبيا، في اكتوبيك كيدني، الكدني اللي ناحية الشمال حصل لها كروسنج، بقى عندي اتنين كدني باينة في الصورة الصغيرة اهي، اتنين كدني، يبقى انا عندي اللي في ناحية اليمين حصل لها اكتوبيا فراحت كروس درينا الاكتوبيا، بقوا في اتنين في جهة واحدة وحصل لهم فيوجن مع بعض. هنا الصورة رقم اي، حاجة اسمها ديسكويد كدني، ديسكويد كدني ديت حصل فيوجن للتو كيدنز في البلفس، فبقى شكلها ديسكويد وفضلت في البلفس ومعرفوش يحصل لهم ايه أسند. الناحية التانية في F عندي سوبر نيوميري كيدني، انا عندي تلاتة كيدني زايدين في العدد، هنا في بوليسيستيك كيدني وهنا في هورس شو شيبد كيدني. في كونجات الانوماليز في اليوريتر، ممكن يبقى سنجل يوريتر، ممكن تبقى دبل يوريتر، ممكن زي ما شفنا البيفيد يوريتر، في بوست كيبل يوريتر بيبقى اللي وراه، في كونجنتال ميجا يوريترز.
الصورة دي احنا كنا حاطينها في أول المحاضرة، نتكلم فيها عن source of development of urinary tract، وقلنا إن ال intermediate mesoderm والكلواكا هما الحاجتين اللي بينتج عنهم ال urinary tract. في الشرح اللي شرحناه اتكلمنا عن الحاجات اللي نتجت عن ال intermediate mesoderm اللي هما الكدني والureter. دلوقتي هنتكلم عن الحاجات اللي هتنتج عن الكلواكا. الكلواكا تعريفها كان إن هي عبارة عن الدايليتد تيرمينال بارت من الهايند جت. الهايند جت اللي هو الجزء الاخراني من الجت تيوب، في جزء منها دايليتد في الاخر. الدايليتد بارت ده مفتوح فيه حاجتين، الدكت الزرقاء اللي هي الميزونيفريك دكت، والدكت الصفراء اللي قدام دي اللي هي الالانتويس. طب الكلواكه بتاعتي اللي هي اتفقنا اللي هي الجزء الاصفر ده، هيجي لها سبتم اللي هو الجزء الرصاصي ده. السبتم ده هيبقى هيطول لغاية ما يقسم لك الواكة حاجتين، جزء anterior وجزء posterior. الجزء الانتيريور اسمه urogenital sinus، والجزء البوستيريور اللي هو الريكتوم والابر بارت اوف انال كانال. يبقى تاني انا عندي urorectal septum هيقسم لي الكلواكة urogenital sinus والريكتوم و الانال كانال. خلينا نتكلم على اليوروجينيتال ساينس، هنقسمه لثلاث اجزاء: upper part, middle part, lower part. ال upper part اسمه vesical part، ال middle part اسمه pelvic part، ال lower part اسمه phallic part. ال upper part اللي هو ال vesical part من اسمه يصل بالبلادر، بيدخل في تكوين أغلب أجزاء اليورينري بلادر ومتصل anteriorly بالألانتويس. الميدل بارت اللي هو بلفيك بارت بيدخل في تكوين الفيميل يوريثرا كلها، وفي الميل بيدخل في تكوين البروستاتيك والميمبرينس بارتس من اليوريثرا. الفاليك بارت ده بيجرو في اتجاه الجينيتال تيوبركل، وبيدخل في تكوين البينايل يوريثرا في الميل. development of the urinary bladder بيكون من اكتر من سورس. السورس الاولاني اللي بيكون اغلب urinary bladder هيبقى الفيزيكال بارت بتاع اليوروجينيتال ساينس. اتفقنا ان اليوروجينيتال ساينس بيتكون من تلات اجزاء، فالجزء الاولاني اللي هو الابر بارت بتاعه هيبقى الفيزيكال بارت، هيكون لي اكبر او المين بارت من اليوروجينيتال بلادر. طيب الجزء الثاني ايه؟ هنقول ان عندي في البوستير وول هنا في حاجه اسمها ترايجون، ده ليه مصدر مختلف. انا عندي البوستير وول بتاع اليورينري بلادر في الصوره دي اتكون فيه هنا بالتدريج كده، اتكون عندي حاجه مثلثه زرقاء كده شايفينها، دي اسمها ترايجون. ترايجون ده مصدره ايه؟ ايه هنا كان لونه ازرق؟ ايوه الميزونيفريك دكت. الميزونيفريك دكت دي خلاص قتلت بحثا معانا، ان الميزونيفريك دكت قبل ما تمسك في الكلواكه طلع منها اليوريتريك بط اللي طلع اللي اتكون منه اليوريتر. وكنا لسه سائلين نفس السؤال من شويه، هل معنى كده ان اليوريتر بيصب في الميزونيفريك دكت مش في اليورينري بلادر؟ اليوريتريك بط صب في الميزونيفريك دكت مش في اليورينري بلادر. طب ما احنا عايزين يصب في اليورينري بلادر هنعمل ايه؟ سبحان الله، هيحصل ابزوربشن للكودال بارت بتاع الميزونيفريك دكت جوه الوول بتاع اليورينري بلادر، فعلشان بعد كده الجزء الازرق اللي هنا ده هيدخل جوه الول بتاع اليورينري بلادر يكون لي الترايجون، وبالتالي الفتحه بتاعه اليوريتر اللي كانت في الجزء الازرق ده هتبقى في الول بتاع اليورينري بلادر. اهو عندي هنا كان بادئ ان انا عندي وول الدكت هي زرقاء وداخل وفتح فيها وطالع منها اليوريتريك بلادر اللي بعد كده هيكون لي اليوريتر. هنا الموضوع اختلف، الازرق الجزئين الزرق اللي كانوا هنا دول عملوا لي هنا الترايجون، فبالتالي الفتحات بتاعه اليورينري بلادر اهي. طب امال ايه دول؟ دول كده اجزاء من الميزونيفريك دكت اللي بعد كده الاوبننج بتاعتهم دي هتحول لي بعد كده للايجاكولاتوري دكت اللي بعد كده هتدخل لي تفتح لي في البروستاتيك يوريثرا. طيب يبقى احنا كده لغايه دلوقتي اتكلمنا على المصادر اللي هي الجزء الاكبر كان الفيزيكال بارت من اليوروجينيتال ساينس، والترايجون كان من الكودال بارت بتاع الميزونيفريك دكت.
طيب ايه معلومة تانية عايزين نضيفها؟ ان الايبكس بتاع البلودر متوصل بالالانتويس. طب الالانتويس دي مش دكت اهي، موصلان للبلودر ب الامبلايكس. طب دي في مشكلة يا دكتورة؟ ايه؟ ان الالانتويس ديت دكت مفتوحة، بعد كده بيحصل لها اوبليتريشن، الاوبليتريشن ده بيحولها لليوريكس اللي بعد كده في الادلت بنسميها ميديان امبلايكال ليجامنت. طيب وبعدين لو حصل ان ففضل فيه جزء منها ما حصلوش اوبليتريشن، ده بيعمل كونجنتال انوماليز. طب هل في معلومه تانية عايزين نضيفها؟ اللي هو ايه دلوقتي، انت يا دكتوره قلتي ان السورس حاجتين، الجزء الاولاني كان اندوديرمال اللي هو الساينس، اليوروجينيتال ساينس ده كان مصدره الكلواكة اللي هي اندوديرم، وبالتالي الابيثيليوم اللي مبطنها اندوديرم. الجزء بتاع الترايجون كان جاي من الميزونيفريك دكت، ودي مصدرها الانترميديت ميزوديرم يعني انزوديرم. هل معنى كلامك ان اللايننج ابيثيليوم اللي مبطن اليونري بلادر في جزء منه اندوديرم وفي جزء بتاع الترايجون ده ميزوديرم؟ لا، كل اللايننج بتاع اليونري بلادر اندوديرم، كل الابيثيليال لايننج بتاعت اليونري بلادر اندوديرم. ليه؟ لان في وقت من الاوقات بيحصل ريبليسمنت للابيثيليال لايننج للترايجون وبيحل محله الابيثيليان من الاندوديرم. فبالتالي تاني بكررها، كل الابيثيليال لايننج بتاعت اليونري بلادر اندوديرم. كونجنتال انوموليز بتاعت اليونري بلادر، احنا اتفقنا ان انا اليونري بلادر عندي اهي، وفي عندي هنا مفروض كانت الالانتويس واتقفلت فعملت لي اليوريكس او الميديال امبلايكال ليجامنت، ومفروض ان عندي هنا الايه الامبلايكس. طب فرضا الالانتويس ما قفلتش، اليوريكس مفتوحه، يبقى هعمل لي حاجه اسمها يوريكال فيستولا. يوريكال فيستولا يبقى اول حاجه انومالي عندي هي صوره رقم A اسمها يوريكال فيستولا. فيستولا مفتوحه من الناحيتين ما بين اليونري بلادر والامبلايكس، يعني اليورين ممكن يعمل ايه، يطلع من الامبلايكس. يبقى كلمه فيستولا يعني مفتوحه من الناحيتين. الصوره الثانيه B هلاقي الميديان امبلايكال ليجامنت مفتوح، جزء منه اتقفل وجزء صغير مفتوح في النص كده عمل لي سيست، بيسموها يوريكال سيست، جاية من يوريكس، يوريكال سيست في النص اهي، مقفول قبله ومقفول بعده وهو في النص كده يوريكال سيست. الصورة الثالثة سي هيبقى عندي جزء مقفول وجزء مفتوح، بس مفتوح من ناحية، مقفول من ناحية ومفتوح من ناحية، فبنسميها يوريكال ساينس، يوريكال ساينس. يبقى دي قاعدة ناخدها، لما يبقى عندي حاجة دكت المفروض تتقفل وما اتقفلتش، لو مفتوحة من الناحيتين بنسميها فيستولا، لو مقفولة من ناحية ومفتوحة من ناحية بنسميها ساينس، لو مقفولة من ناحيتين وعملت سيست في النص بنسمي كلمة سيست. يبقى دي يوريكال فيستولا، دي يوريكال ساينس، ودي يوريكال سيست. الأنوميلي اللي بعد كده حاجة اسمها بلادر اكزيستروفي، دي يعني ايه؟ يعني اكسبوجر لليورينري بلادر نتيجة ديفكت في الانتير ابدومينال وول. اخر حاجة معانا النهاردة هي ديفلوبمنت بتاعت اليوريثرا. الصورة اللي معانا ديت خلينا نفتكرها، كانت اليوريجينتال ساينس متقسمة لفيزايكال بارت وبلفيك بارت وفاليك بارت. البلفيك بارت اللي هو اللي في النص هيطلع منه الفيميل يوريثرا كلها. بالنسبة بقى للميل فهيتقسم، البلفيك بارت هيديني البروستاتيك والممبرينس يوريثرا، الفاليك بارت اللي هو الاخراني ده هيطلع منه البنايل يوريثرا. تمام. الوول بتاع اليوريثرا المفروض ان احنا عندنا ابيثيليوم وعندنا كونكتيف تيشو. الابيثيليوم عندي الفيميل اليوريثرا هيبقى كل الابيثيليوم بتاعها اندوديرمال، بما ان احنا طالعين من الكلواكه، اليوريثرا ده جزء من الكلواكه، فالابيثيليوم هيبقى اندوديرمال.
الكونكتيف تيشو هيبقى من السبلانكنيك مصدر. الكلام نفس الكلام في الفيميل هينطبق على الميل، ما عدا ان بعض الكتب بتزود ان التب بتاع البنايل يوريثرا هنا بيبقى فيه بعض الابيثيليوم، بيبقى بعضه من السيرفس ابتدي، ده بعض الكتب بتزود.